من المسائل أيضا المسافر إذا نسي الماء في رحله، المسافر إذا نسي الماء في رحله، إذا نسي المسافر الماء في رحله حتى تيمم وصلى ثم وجده بعد ذلك، أنت ساير في طريق السفر ونسيت أن عندك ماء، خلنا في السيارة، نسيت أن عندك ماء، ظنيت أن ما عندك ماء، تيممت وصليت، ثم بعد ذلك لما انتهيت وجدت الماء، خلنا في السيارة، خلنا وكما يقول ماء، ويمكن عدة يعني هذا اسمه يسمونه غرفة وقنينة ودرجة تحت كراسي، بقول أنت ما انتبهت، نسيت أن أصلا عندك ماء، خلصت جاي تحرك وضربت بريك وخرجت من تحت كراسي، أوف كي موجود لما عندي، كما قلنا كنت ناسي أن عندك ماء أصلا، ناسي إن نسي المسافر الماء في رحله حتى تيمم وصلى ثم وجده في ماذا عليه. هنا من العلماء من قال عليه الإعادة، من العلماء من قال يعيد الصلاة، بماذا؟ بالوضوء، يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن العبادات لزمت الأبدان، لزمت بدن الإنسان، فليس الجهل بوجود الماء مسقط ما فرض فرض ما وجب، يعني ما وجب عليك فريضة الوضوء لا يسقط عنك ماذا؟ لا يسقط عنك هذه العبادة لجهلك. كذلك أن لو إنسان مثلا علم بجهالته أنه على جنابة، كان على جنابة ولم يعني ينتبه لهذا الأمر ونسي أنه على جنابة، ثم تذكر بعد ذلك عليه ماذا؟ أن يعين، كذلك قالوا هذا مثل الحكم. ومن العلماء من قال لا إعادة عليه. لماذا لا إعادة عليه؟ قالوا لأن تعلق التيمم بعدم وجدان الماء، بعدم يعني التيمم متعلق بعدم وجدان الماء لا بعدم كون الماء غير موجود في نفس الأمر، لذلك لم يقل الله تعالى فلم يوجد ماء، قال فلم تجدوا ماء، قال فلم تجدوا ماء، فإذا لم يجدهم فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمم، وهؤلاء يقولون ليس عليه عادة وصلاة ماذا؟ صلاة صحيحة.